أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أصبت رجلا عمدا في يده برصاص وأهري قدمه وقمت بمعالجته وقد سامحني بقوله لقد عفوت عنك وسامحتك، ولكن هل يجب علي صوم أو كفارة؟ الصوم والكفارة في القتل، إذا كنت قتلته خطأ تجب عليك الكفارة، تجب الدية على العاقل وهو معصبته. أما في ما دون النفس من جراح أو قطع طرف فهذا إذا سمح صاحبه فليس عليك كفارة. نعم.